البداية كما ذكرنا من أو من متابعتنا للحراك الداعم لقطاع غزة، الحراك الداعم للحق الفلسطيني على مستوى المغرب العربي. تقريبا عدة مدن مغاربية، إن كان في تونس، في ليبيا، في الجزائر، في المغرب خاصة وفي موريتانيا، تشهد عدة مدن فعاليات، تظاهرات، مظاهرات، وقفات احتجاجية، ندوات، مؤتمرات دعما لأهالي قطاع غزة ضد عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع. هذا العدوان الذي قارب الآن على السنة، وأكثر من 50,000 شهيد، أكثر من 120,000 جريح، ومحاصر القطاع، لا دواء، لا ماء، لا كهرباء، ونشهد جريمة إبادة جماعية على المباشر. على كل شعوب المغرب العربي الكبير لم تكن مكتوفة الأيدي منذ الأيام الأولى، دعمت غزة. في موريتانيا هناك تجربة تستحق أن نتوقف معها، تجربة جمع التبرعات، ولكن من في طليعة هذه المبادرة؟ القبيلة في موريتانيا في طليعة من يبادر؟ على كل لنفهم ولنعود بالتفصيل أكثر، معنا سيد محمد الأمين الفاضل الناشط الجمعوي. سيد محمد الأمين، أهلا بك، ضيفنا من موريتانيا. سيد محمد الأمين فاضل، إن شاء الله تكون في الاستماع. أهلا بك. تابعنا وقرأنا الكثير من التقارير، شاهدنا يعني بعض الفعاليات التي نظمتها القبائل لجمع التبرعات، لجمع الإغاثات، لتجهيز قوافل خيرية، إغاثية، لا أقول خيرية، يعني دعني أغلق هذا القوس، يعني ليست عمل خيري، هذا عمل إغاثي، دعم وإسناد ومساعدة لأشقائهم في غزة وللحق الفلسطيني عموما من ورائه. يعني شهدنا تنافس كبير بين القبائل. أولا، لماذا القبيلة هي التي تتصدر وتبادر بجمع تبرعات، ونتحدث عن بعض المبالغ التي تجاوزت 500,000 دولار؟ شكرا جزيلا للإضافة. أعتقد هناك مفارقة لدينا إلى حد ما غريبة بعض الشيء. نحن كدولة عصرية نحاول أن نتجاوز القبيلة، نحاول أن تكون هناك تشكيلات سياسية ونبعد القبيلة عن الشأن العام، لكن في هذا الموضوع بالذات الكل يرحب بحضور القوانين القبائل في هذه الجزئية بالذات، لأنها قضية مهمة، ولأنها مسألة قضية أمة، قضية الجميع. وقطعا القبائل في موريتانيا أبدعت في هذا المجال. لا يعني هذا أن التشكيلات الأخرى حتى من هذه الكبادة التي لم تساهم، ساهمت الأحزاب السياسية، ساهمت المناورات، لكن القبيلة حطمت اللحم القياسي في مجال جمع التبرعات، وتنافست القبائل في جمع التبرعات، وكان كل قبيلة تنافس القبيلة الأخرى، وبهذا تمكنا من جمع مبالغ معتبرة، تمكنت القبائل من جمع مبالغ معتبرة في هذا المجال، وما زال الأمر متواصلا، وما زال جمع الأموال على مستوى القبائل متواصل. الأهم من كل هذا أن الشعب الموريتاني فعلا شعب قد تكون أحواله غير جيدة، قد نكون من الشعوب التي ليست معروفة بالثراء، ومع ذلك نحن نزاحم من أجل أن نسجل أن نكون في أعلى اللائحة من حيث مستوى المبالغ التي يتم جمعها لأهلنا في غزة، في فلسطين العامة وفي غزة بشكل خاص. سيد محمد، طيب هذا فهمنا ماذا القبيلة، وهذا التحفيز اللي تقوم به القبيلة للدفع الموريتانيين لجمع التبرعات. ثم بعد ذلك، هل هناك تنسيق مع هيئات، مع جمعيات، مع مؤسسات حكومية؟ نعم، على المستوى بالنسبة لموريتانيا، على الأقل نحن على المستوى الرسمي وعلى المستوى الشعبي ندعم هذا الموضوع. طبعا هذا ندعم غزة، لكن هذا الدعم طبعا هو دون المستوى ودون المطلوب، وهذا على مستوى جميع الدول العربية والدول الإسلامية. لكن على الأقل نحن في موريتانيا هناك إلى حد ما تناغم بين الموقف الرسمي والموقف الشعبي. الحكومة اتخذت مواقف جيدة في هذا الموضوع على مستوى الرئيس
له كثير من التصريحات بالقمم، وعلى مستوى حتى السيده الاولى قادت مسيره مناصره لغزه هنا بنواكشوط، وبالتالي هناك موقف رسمي معتبر وهناك ايضا يسانده موقف شعبي. لكن الملاحظ وهذه ليست قضيه تخص موريتانيا لوحدها بل تخصنا جميعا كعرب وكمسلمين وحتى تخص العالم كامل، هو انه النفس التضامني غير قوي، هناك تراجع ملاحظ لمستوى التضامن ما كان يحدث في بدايه اكتوبر، في بدايه نوفمبر، في بدايه المرحله الاولى من هذا المرحله الاولى كان هناك تفاعل وتناغم كبير. الان بعض للاسف بعض التشكيلات، بعض المنظمات، بعض الاشخاص يصاب بفتور يقص التفاعل سواء على مستوى التدوين والكتابه والاعلام، يقص التفاعل على مستوى تجمع المسيرات والتظاهرات، يقص التفاعل على مستوى المواقف الرسميه، وهذا كله ليس ان هناك تراجعا في الموقف وانما هو نتيجه لقصر النفس التضامني، النفس النضالي، وهذه مساله نعاني منها تعاني منها الشعوب العربيه وتعاني منها الشعب الاسلامي ايضا ويعاني منها العالم كله، ونرجو ان تكون مناسبه ذكرى سنه على هذا الحدث ان تعيد من جديد ذلك الالم، ان تعيد من جديد حماسه جديده ينعش النضال على كافه المستويات، سواء كان جمع تبرعات، سواء كانت مسيرات واحتجاجات، سواء كانت المتابعه الاعلاميه او شيء من هذا القبيل. شكرا استاذ محمد الامين الفاضل الناشط الجمعوي، كنت معنا من العاصمه الموريتانيه نواكشوط، شكرا لك.